سفيان مرابط باللي بيعمله وبيقدمه الفترات الاخيره يقدر ينجح في اي مكان بيلعب فيه، ولكن دايما بحس ان اللعيب المغربي بينجح اكتر في الدوري الاسباني، يمكن عشان الثقافه قريبه من بعض وفي امور متشابهه كتيره جدا ما بينهم. يعني العربي مبارك قبل كده مع اتلتيكو مدريد. بكم الأصدقاء ديالي ومرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. نتمنى لكم أن تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. أصدقائي، كما شوف تقديم تاع الفيديو، الإعلام المصري خرج كيتكلم على الناخب الوطني للمنتخب المغربي الأقل من 17 سنة المدرب سعيد شيبا، تكلموا عليه يعني كأنه واحد الإنسان اللي خلوق، ولكن حتى يعني كمسؤول أو مدرب للمنتخب المغربي في الندوة الصحفية تكلم بواحد المستوى اللي هو عالي، يعني وما يعني ما قصاش على المنتخب الجزائري في الخسارة ديالو، إنما قال يعني هادو يعني اطفال باقي اقل من 17 سنه 16 15 سنه ما تقصوش عليهم، وانما هذه فقط مباراه كره القدم وخربحناهم بنتيجه 3-0. كان يعني متواضع في الكلام ديالو في الندوه الصحفيه. وايضا تكلموا الاعلام المصري في هذا الفيديو هذا على اللاعب الاسطوره مرابط سفيان مرابط، وان يقدر يمشي للاعب مع فريق برشلونه في اي لحظه، لان واحد اللاعب اللي يعني كيمتاز بواحد المهارات، وحنا شفناه يعني خدا واحد الانظار جيده في العالم في كاس العالم قطر 2022، والكل حاط عليه العين ديالو، ماشي غير هو، كثير من اللعيبه المغاربه، وممكن انه يمشي لبرشلونه. وهذا الكلام اللي قالوه في حقه كلام جميل. المنتخب المغربي بيحقق الفوز على الجزائر في قلب الجزائر في كاس الامم تحت 17 سنه، وسعيد شيبا النجم الكبير طبعا المغربي السابق والمدير الفني لهذا الفريق، الحقيقه بيثبت قدراته الفنيه كمدرب، وبياخد من اللي هو قال عليه قبل البطوله انه لازم انجاز المغرب يحمسنا، لازم الوصول لكاس العالم واحنا نعمل نتيجه في كاس العالم هو امر مهم. وكان له لفته طيبه جدا انه بعد نهايه المباراه قال ما تذبحوش جيل الجزائر اللي موجود، لانه ده ما ينفعش لعيب صغير 15 16 17 سنه يبقى يتذبح في الاعلام. عملوا اللي عليهم واكيد القادم هيبقى افضل في الكره الجزائريه، ومثل هذه التصريحات مهمه جدا، مش بس ردا على الاستخبار اللي كان موجود للبعثه المغربيه، ولكن في الوقت ده بالحساسية اللي موجودة والحماس في الكورة، بحب أسميها كده أكتر، بالحماس والتنافس بين المغرب والجزائر، التصريحات دي كانت في وقتها من سعيد شيبا، الراجل اللي هو على قدر كبير من الوعي الإعلامي كمان قبل ما يكون لعيب كرة كبير. يعني المباراة يعني كان فيها روح رياضية عظيمة جدا في ملعب قسنطينة الشهيد محمد حملاوي قبل انطلاق المباراة ما بين الفريقين لما تصوروا مع بعض، ولكن المباراة دي تخليك للصديق بقى العزيز فوزي تورينو المغني الجزائري الجميل، يعني كان بيقول لك جريت الفيلم ومحتما عوده ونشوف، يعني انا جريت الفيلم ولازم ارجعه واشوف، احنا لازم نعمل كده مع منتخبات الناشئين في الجزائر. اسهم النقد اغلبها بتذهب الى ارزقي رمان الراجل المدير الفني، ولكن مين مدير فني نجح مع الناشئين في الجزائر من بدايه التاريخ؟ منتخب الجزائر الاول منتخب ليه تقاليد كبيره، ارزق رمان اهوت المدير الفني منتخب الجزائر الاول ليه تقاليد كبيره جدا في افريقيا، ومنتخب دايما من المنتخبات القويه، ولكن الناشئين في الجزائر هل ليهم نفس التقاليد؟ لا. الاجابه لا. لان انت محمودي بتتكلم حتى البطوله الوحيده الافريقيه اللي فاز بيها الجزائر سنه 79 مع كان عتاوله جمال مناد وحسين ياحي واسامي كبيره جدا كانت موجوده في الوقت ده، كانت 79 لما فازوا حتى كان الجزائر طلعت من البطوله وسبب لاعب كان معدي السن في ليبيا رجعوهم تاني البطوله وكملوا البطوله لحد ما فازوا بيها. من بعد ذلك التاريخ الجزائر لم تحقق اي بطوله في الناشئين، فهنا العيب مش في المدرب، العيب في الاتحاديه او اللي بيخطط في الاتحاديه الجزائريه للناشئين، دايما الاهتمام منصب على الفريق الاول، محدش بيبص للقطاعات بتاعه الناشئين خالص. هتقول لي في اكاديميه الفاف في برادو حلو، ولكن مين المتخصصين اللي يقوموا على الافكار العظيمه اللي انت عملتها دي؟ انت بتعمل مشروع كبير ولكن ما بتكملش، زي ما بتقول كده ما بتكملش الطبخه بشكل كويس. فهنا هنذهب انت في بطوله تحت 17 سنه من 7-8 شهور كاس العرب. كاس العرب صح. مين النهائي؟ الجزائر والمغرب. الجزائر هي اللي فازت بركلات الترجيح، ولكن الجزائر في الوقت ده تغلبت بركلات الترجيح على تونس، تغلبت بركلات الترجيح على السعوديه، تغلبت بركلات الترجيح على المغرب، فاذا ما كانش فيه تحس ان ايه افضليه قوي. هنا بقى انت استعدت ازاي للبطوله؟ ما استعدتش بشكل جيد، ما عملتش احتكاك جيد للشباب دول اللي فيهم شباب يعني زي مسلم اناتوف ده مهاجم رائع ممتاز جدا ممتاز. فانت النهارده ما عملتش الاحتكاك المطلوب، حماشي حارس المرمى اللي بيلعب في كندا رائع،
ما يسألش عن الأهداف اللي تلقتها شباكه. فأنت النهاردة بتتكلم عن إشكالية كبيرة في الكرة الجزائرية والاتحاد الجزائري لكرة القدم، عدم الاهتمام. هقول لك على حاجة، قال تحت 17 كم مرة الجزائر شاركت في تاريخها تحت 17 سنة في بطولة أفريقيا من 19 مناسبة؟ مرتين. شوف مرتين إيه؟ الجزائر اللي بتنظم. يعني أنت ده مأساة. مأساة. تحت 20 الجزائر اللي طلعت رابح ماجر، الأخضر بلومي، صلاح عصاد، بن صولة، أسامي كبيرة جدا. تخيل أنت تحت 20 سنة ما بتشاركش إلا 4 مرات، مرة بتفوز باللقب 79، وثلاث مرات بتبقى مراكز. حتى في كاس العالم تحت 17 سنة أنت شاركت مرة لما طلعت التاني، لما كنت منظم البطولة عندك 2009 لما خسرت من منتخب جامبيا. ما شاركتش في كاس العالم تحت 20 سنه محمودي الا مره 79، وطلعت في الكوارتر فاينل في الوقت ده. وهنا ناخد بالنا من حاجه عشان برضو الجمهور يكون معانا في الصوره. هو انت المحترفين بتوع الجزائر اللي بيظهروا وبيجوا للمنتخب بعد كده، سواء مزدوج الجنسيه او لا، بيبدا يظهر ان هو جامد بعد فتره، بعد ما يكون وصل مثلا 20 21 22. فالجيل ده بتاع 17 هو اللي بيقع، لان لا منه محترف ومشهور وانت واثق فيه جدا، ولا منه بيتكون في الجزائر. صحيح. صح، وبتلاقي الاعلام عامل السبوت عليه. وهنا بقى حزم لك نقطه مهمه جدا. في كشافين في الجزائر شاطرين جدا، منهم واحد اسم ده انا واثق فيه جدا، اسمه محسن حمور. محسن حمور ده انا تواصلت معاه وصديق، بقى صديق ليا دلوقتي، رائع. بيجيب لعيبه عندها 15 و16 و17، وهو على فكره من اول واحد في 2015 اتكلم عن رياض محرز، ما كانش حد يعرفه. او يمكن قبل كده، يمكن قبل 2015، لا قبل كده بكتير، قبل كده بشويتين ثلاثه. انا اللي بس التبس معاه الامر، بالتالي كان بيتكلم على اسماعيل بن ناصر في الوقت ده. فده لازم يا جماعه استعينوا بيه، يقدر يفيد الاتحاديه الجزائريه. ودايما بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريه كل الناس بتطالب ان محسن حمور يكون ليه دور. هارد لك الجزائر، مبروك المغرب، جيل عظيم. بنتكلم على الجزائر ومشاكل الجزائر، لكن لا يمنع ان المغرب عملت مباريات ممتازه، تكسب ماتشين، تريح لعيبه في الماتش الثالث، تيجي مباراه الجزائر وعلى ملعبهم، وبعد اللي حصل في كاس العرب، كل دي حاجات قويه جدا بالنسبه للمغرب، وشخصيات اللعيبه بتبان كمان في ارض الملعب. فجيل ممتاز واستعد كويس. وعايز اقول لك على حاجه، فرق قوي ان سعيد شيبه، الراجل اللي تكوينه من الفتح الرباطي، اللي هم من احسن المدارس في تكوين الناشئين، هو صحيح الكلام ده كان من 30 سنه ولكن بدا التكوين فيه، وبعد كده انطلق للملاعب الاوروبيه. الراجل ده عنده خبره، حتى هو بيتكلم تحس ان هو عمار غير اعلام. يعني مع احترامي طبعا لارزا كرمان المدير الفني، يمكن ما عندوش تجارب سابقه كتيره الا يمكن في نصر حسين داي، فبالتالي الموضوع ده فرق كتير جدا مع كمان المنتخب المغربي اللي بنبارك لهم الوصول الى كاس العالم. طيب اخر حاجه معايا هو خبر من صحيفه سبورت الكاتالونيه، بما ان احنا عدينا على المغرب وعلى الجزائر. طبعا بوسكيتس انهى المشوار تماما مع برشلونه، وخلاص اخر الموسم يتم الوداع كواحد من افضل اللعيبه في تاريخ كره القدم في مكانه على الاقل. يعني مين البديل اللي جاي؟ هنا في تفاصيل كتير ممكن تتقال، لكن مهم نوضح للناس بس نقطه معينه. المرشحين في مكان بوسكيتس، في زوب ماندي ريال سوسيداد، في نيفيز اللي اليماني المدير الرياضي ماشي من النادي علشان علاقات النادي بوكلاء اللاعبين، وانتم مدخليننا في ماساه كرويه وحاجات شبه كده علشان خاطر روبن نيفيز. والمرشح الثالث وهو الاوفر حظا طبقا للسبورت بتقوله النهارده هو سفيان مرابط. وكيل اعماله قال من يومين ان فيورنتينا اصبح اكثر انفتاحا انه يستمع للعروض اللي جايه من مرابط. كان في يناير العرض اعاره جافه، وبعد كده ممكن نبص على الدنيا اخبارها ايه. فيورنتينا رفض، فيورنتينا عايز يبيع كاش. فمتوقع انه مرابط هو اللي يكون في هذا المكان، لانه كمان رقم 6 محترم. يعني مش حد اللي هو يلعب 8 يلعب 6، كان دي النظريه مع جندوجان مثلا لما كان في تفاوض مع جندوجان. لكن سبورت بتقول النهارده هم عايزين ما يشبه وتد في نص الملعب، حد يشيل. مرابط لبرشلونه النهارده هل هو افضل بوضع برشلونه الحالي؟ ولا مرابط في بريمير ليج مع ليفربول مثلا او مع فريق انجليزي اكبر افضل؟ ولا مرابط اللي متشاف في ايطاليا يروح فريق ايطالي كبير زي انتر زي يوفي افضل؟ مستقبله يبقى عامل ازاي في وقت حرج جدا من مسيرته؟ شوف سفيان مرابط باللي بيعمله وبيقدمه الفترات الاخيره يقدر ينجح في اي مكان بيلعب فيه. ولكن دايما بحس ان اللعيب المغربي بينجح اكتر في الدوري الاسباني، يمكن عشان الثقافه قريبه من بعض،
وفي امور متشابهه كتيره جدا ما بينهم. يعني العربي مبارك قبل كده مع اتلتيكو مدريد، بصير صلاح الدين يمكن ما نجحش قوي مع ديبورتيفو لا كورونا، نور الدين نايبت حد صوره حركه لنصيري اللي اول تاني مره في تاريخ اليوروبا ليج لاعب مغربي يسجل في قبل النهائي، كان عملها طبعا النجم الكبير كريمو لما سجل مع باستيا، وهو بيحب اسبانيا كمان مروبت. يعني ما انا بكلمك في كده، ممكن يكون الجزئيه دي تبقى فارقه مع سفيان مرابط ان هو ينضم الى برشلونه، والان كان انا شايف ان هو هيبقى اضافه قويه الى اي نادي هيكون موجود معاه، ولكن الحتت ديت او الحاجات التفاصيل الصغيره اللي زي ده محمودي بتفرق جدا مع لعيب الكوره. كان في اتلتيكو مدريد، لكن لو البارسا حضر اظن هتبقى صعبه. لا طبعا اعتقد يعني ما احترمنا طبعا لاتلتيكو مدريد، ولكن اكيد وجهه اي لاعب يذهب لاسبانيا يبقى ريال مدريد او برشلونه، لان دي لما تتحط في السي في بتاعك حاجه تتذكرها طوال عمرك يعني. طيب ايوا مرحبا بكم مره ثانيه على قناتكم يوسف الخبر. كنتمنى من هذا الفيديو انه يكون الاعجاب ديالكم، وكيف ما شفتوا المرابط في العال الى العالميه يستحق، وكنتمنوا ليه يعني التوفيق في المسيره الكرويه ديالو، وكذلك الناخب الوطني للمنتخب المغربي الاقل من 17 سنه سعيد شيبه اللي ظهر بواحد مستويين يعني من الطراز العالي، مستوى يعني الانساني والاخلاقي والمستوى الكروي في التدريب يعني مستوى عالي. كنتمنى هذا الفيديو ان الاعجاب ديالكم اصدقائي، ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق، ما تنساوش القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس للوصول جديد نتاع القناه، تخليوا الاعجاب على هذا الفيديو ينتشر ويوصل كاع المغاربه انحاء العالم. تمنى نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد.